معرض ما شاء الله ناجح، معرض تقريبا احتوى 260 هاوي على مستوى لجان قطاع غزة. المعرض ما شاء الله ممتاز، ونوصل رسالتنا مثلا لأهلنا في قطاع غزة، بنهديهم هذا النجاح اللي ما شاء الله كلتنا نفتخر فيه، وبنوجه رسالة لهم أنه شاركونا، اعملوا معنا ونموا الهواية اللي احنا عايشين فيها. أهالي قطاع غزة رغم الحصار ورغم المعيشة الضنكاء إن صح التعبير التي يعيشها أهالي القطاع، هم أشخاص يهتمون بالطيور التي خلق الله سبحانه وتعالى، يهتمون بجمالها وروعتها، ويهتمون بتزيينها، ويهتمون بتربيتها والإنتاج منها من أجل إبراز وإيصال الرسالة للعالم أن حمامة السلام ليس فقط في العالم، بل حمامة السلام توجد أيضا في فلسطين، توجد أيضا في غزة،